وقل رب زدني علما. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. الحديث في صحيح مسلم. ذكر ثلاث صفات. أول ماذا؟ أول صفة ما هي؟ قال عتل. عتل يعني جافي غليظ قاسي قلبه متحجر. هذا والعياذ بالله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. جواظ هذه الصفة الثانية. جواظ قالوا هو الجموع المنوع. هذا رجل يلهث ويجمع من التراث والمال والمتاع لكنه منوع بخيل والعياذ بالله، يبخل بما أوجب الله عليه النفقة فيه. والصفة الثالثة مستكبر، عنده كبر في نفسه، يتكبر على الخلق. والكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم والنظر إليهم نظرا شزرا. هذا والعياذ بالله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار.